في إطار تحليل للموقف، إيه اللي بيحصل على الساحة الفلسطينية أو على الأراضي الفلسطينية، وتحديدا من القطبين الدوليين الأكبر غربا أو شمالا وغربا، ما بين لندن وما بين واشنطن؟ هو للأسف أن القطبين هما لندن وواشنطن، لأنه في الحقيقة دول قطب واحد، والقطب الثاني غائب تماما عن الساحة وهو القطب الروسي. يعني إذا كنا بنتكلم على الأقطاب اللي هي الدولية الكبرى اللي كان مفروض يبقى لها تواجد في هذه الأزمة، فإحنا عندنا الولايات المتحدة وتوابعها اللي أولهم إنجلترا وروسيا والصين، الثلاثة دول اللعيبة الكبار. للأسف إنه في الأزمة اللي إحنا بنواجهها النهاردة مفيش غير قطب واحد هو النشط، والقطب ده مش معانا. يعني حتى التعادل اللي كان ممكن يحصل بينه وبين القطبين التانيين غير موجود إلا في التصويت في مجلس الأمن، لكن على الساحة على الأرض هو الوحيد اللي موجود. وبالتالي الضغط الدولي على المعتدي غير قائم، فده وضع الأقطاب الكبرى في العالم. الوضع بين الاثنين المتحاربين، الوضع الإسرائيلي للأسف منساق تماما إلى الحرب الشرسة، إلى النهاية وإلى أبعاد ربما لم تصل إليها أي حرب من قبل. يعني أنا كنت ببص على إحصائية ذاك النهار، عدد الصحفيين بس اللي ماتوا في هذه الحرب أكتر من عدد الصحفيين اللي ماتوا في الحرب العالمية الثانية اللي قعدت 4 أو 5 سنين، قعدت 6 سنين من 39 ل 45. بالظبط، أكتر من عدد الصحفيين اللي ماتوا في حرب فيتنام اللي قعدت من 55 ل 75، 20 سنة. 20 سنة، ايه ده؟ يعني في أبعاد، و يعني وصلنا لمراحل ولحدود لم تكن موجودة من قبل. والسبب في ده طبعا انه نتنياهو عنده مصلحة شخصية في استمرار الحرب، لأنه تاني يوم الحرب توقف هو أول يوم في محاكمته، إن لم يكن على قضايا الفساد اللي مرفوعة ضده وموجودة بالفعل منظورة في المحاكم ومعطلة لكونه رئيس وزراء، هيكون بسبب الحرب و الإخفاقات اللي حصلت في الحرب. لو تفتكر حرب 73، رغم أنه يعني أداء إسرائيل ما كانش بهذا السوء اللي احنا بنشوفه النهاردة من حيث الوحشية وخرق القوانين، اتعملت أجرانات، اتعملت لعب محاكمة واتعملت لجنة أجرانات، فما بالك بهذه الحرب اللي فيها من خرق القوانين الدولية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ما لم نشهده من قبل. ففي هنا عدو، لكن طبعا الجانب العربي مش هتكلم عليه لأنه يكاد يكون غير موجود فيما عدا الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها مصر، والمبادرة الجريئة اللي طرحها الرئيس السيسي بأنه دعا العالم أن نبدأ من مرحلة جديدة وهي الاعتراف بالدولة، صح، مش نرجع تاني لمفاوضات كي نصل إلى الدولة، لا نبدأ بالاعتراف بالدولة، وده كان تقدم نوعي. صحيح. هائل. فيما عدا وطبعا جهود الهدنة والوقف إطلاق النار وكذا، فيما عدا هذا العالم العربي ليس على الساحة وغير موجود بين مش موجود في الملعب يعني. إنما عندنا بقى المقاومة الفلسطينية، مش حماس، المقاومة الفلسطينية، لأنه اللي احنا بنشهده النهاردة ده مقاومة وطنية
دفاعا عن التراب الوطني لا يستقيم معاها انك انت تقول ان دول اخوان ولا ليبراليين ولا شيوعيين ولا زي ما بنقول بالمصري عفريت ازرق. يكونوا عفريت ازرق ما فيش مانع، انا بدعمهم وانا واقف معاهم، لما الحرب تنتهي نبقى ساعتها نتكلم في ده. صحيح. لان ادائهم النهارده ما هوش اداء وفق ايديولوجيتهم اللي انا رافضها، لا ده اداء قومي وطني دفاعا عن الوطن. صح. لما يبقى ادائهم سياسي بعد الحرب ساعتها يبقى في كلام تاني. يعني تشرشل اللي وقت الحرب اعتبروه وما زالوا بيعتبروه من اعظم القاده في تاريخ بريطانيا، وقت الحرب يعني كان كله واقف وراه، لما خلصت الحرب وترشح في الانتخابات ما انتخبوش. لا صحيح. لا لمرحلة تانية وعايزة ناس تانية وبتاع. فمش لازم نخلط الأوراق. يعني أنا الحقيقة بستاء جدا من الناس اللي بتهاجم حماس النهاردة تقول لك إنه دول إخوان أو تابعين للإخوان. أنا بقول تابعين للشيطان. ولا ورجعنا لتشرشل تاني اللي قال مستعد أن أتحالف مع الشيطان لكي ده مش وقت أكسب. التصنيف الأيديولوجي على الإطلاق. بالظبط كده. والتصنيف الأيديولوجي لا يفيد إلا الجانب الآخر. طبعا. يفيد إسرائيل. طبعا. مسألة التفرقة والوقيعة دي سياسة ثابتة عند إسرائيل يعني من نشأتها لغاية النهاردة. تتمنى إسرائيل أن العرب كلهم يقفوا ضد حماس ويقولوا دي إخوان ويتخلوا عن حماس. الحقيقة اللي بيحارب قدامي النهاردة مش حماس، دي المقاومة الفلسطينية يعني بكل معاني المقاومة اللي موجودة، يعني من أول قادة حماس اللي احنا بنعرفهم السنوار وغيره لغاية 13 فصيل أقل طفل واقف الأطفال لغاية المقاطعين العرب. لأنه إذا كانت الحكومات العربية يعني خارج اللعبة فالشعب العربي مش خارج اللعبة. الشعب العربي بيحارب بسلاحه بالمقاطعة، والمقاطعة جايبة تأثيرات كبيرة جدا وأثرت بشكل كبير جدا على احنا بنتكلم على منشآت وكيانات اقتصادية بتدعم إسرائيل بقدر ما أمريكا بتدعمها. صحيح. وبشكل دائم وسنوي ومستمر. وبعدين يعني إذا كنت عايز ننظر بقى للجانب الإيجابي في العملية، فالمقاومة الفلسطينية حققت أشياء كبيرة جدا. حققت لأول مرة تعاطف غير مسبوق في العالم مع القضية الفلسطينية، غير مسبوق، ما شفناهوش قبل كده. بل وإعادة إحياء القضية نفسها، إعادة إحياء القضية بعد ما كان خلاص دفنت وراء مسرحية التطبيع والاحتفالات التطبيعية إياه. وجدنا أيضا أنه لأول مرة حصل هذا الانشقاق الحاد جدا بين السلطة السياسية الحاكمة في الدول الغربية الداعمة لإسرائيل ورأيها العام، وبين الرأي العام الشعبي الإيجابي اللي بيطالع في مظاهرات وبتاع. أنا بشوف الاحتفالات بتاعة أوبرا لاسكالا بتاعة ميلانو دي من أكبر دور الأوبرا في العالم، لاسكالا دي ميلان، ناس منزلة علم فلسطين من الدور الثالث بتاع الأوبرا البنوارات وكده للصالة بعلم فلسطين وبيقولوا اوقفوا قتل الأطفال في فلسطين. دي أشياء عمرنا عادة القضية للحضور الدولي مرة تانية، وحضور تم إحيائها بعد مواد، يعني تم إحيائها بعد مواد شكل لم نشهده من قبل.